بمحافظة دير الزور السورية قرب الحدود مع العراق تقع مدينة البوكمالة التي تقدم صوبها مقاتلون سوريون لمحاربة تنظيم داعش خلال الأيام الماضية، مدعومين بغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش. ومع سيطرة جيش سوريا الجديد الذي تشكل قبل نحو 18 شهرا على مطار الحمدان قرب المدينة وانتقال الاشتباكات إلى مشارفها، بدأ الأمر وكأنه نصر في متناول قوات قيل إنها تلقت تدريبات بمساعدة أمريكية، بيد أن مصدرين من المعارضة السورية قالا إن تنظيم داعش شن هجوما مضادا على قوات المعارضة ليجبرها على التقهقر ليس من مشارف البوكمال فحسب وإنما من مطار الحمدان الاستراتيجي أيضا. وأشار أحد المصدرين إلى أن التنظيم نصب كمينا لقوات المعارضة ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح، بالإضافة إلى استيلاء داعش على أسلحة كانت بحوزة قوات جيش سوريا الجديد. وقال متحدث باسم تلك القوات إن قوات انسحبت إلى الصحراء وإن المرحلة الأولى من الحملة انتهت على حد تعبيره. ويذكر أن سيطرة داعش على البوكمال في عام 2014 أدت إلى إزالة الحدود بين سوريا والعراق، ولأن خسارة المدينة تعني ضربة رمزية واستراتيجية للتنظيم فإن عناصره يبدون مقاومة شرسة رغم ما يواجهونه من معارك في جبهات مختلفة في سوريا والعراق. ومن جهة أخرى قال شهود عيان إن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير انتحاري استهدف مقرا للإدارة المحلية ببلدة تل أبيض وأعلن داعش مسؤوليته عنه. وتل أبيض التي تقع إلى الشمال من الرقة كانت خط إمداد رئيسي لمعقل التنظيم قبل أن تنتزع وحدات حماية الشعب الكردي السيطرة عليها في هجوم دعمته ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.